هتسمع حاجة؟ ألو، ايوه يا باشمهندس، سامعني؟ سامعين؟ تمام. تمام يا شباب، النهارده ان شاء الله هنكمل نفس الموضوع، فهنبتدي نحل على طول على باقي انواع الحركه. ناخد شوف كده اول مسألة. تمام، هو بيقول لي في السؤال ده ايه؟ الكرة دي 10 كيلو جرام، السرعة بتاعتها 3. بعد كده بيقول لي احسب التنشن اللي في الحبل والانكريز ان ذا سبيد. تيجي تقرا بقى السؤال زي ده، هو عايز منك ايه؟ عايز منك فورس. الدرس الوحيد اللي بيتعامل مع الفورسز اللي هو هيبقى شابتر 13 ده. اولا، تاني حاجة طالبها منك ايه؟ increase in the speed. ايه ده؟ نبتدي بقى النهاردة هنفتكر حاجات كتيرة قوي من اللي كنا بناخدها قبل كده، قبل المتر. ال increase in speed ده خلاص قلنا عليه قبل كده ان ده الايه، tangent. increase in speed معنى كده ان المساله تانجنت ونورمال. كمان بص للرسم هتلاقيه ماشي في سيركولار باث. هنبتدي نرسم بقى ايه خطوات شابتر 13 عشان بس نفتكر اللي خدناه كده. مبدا شابتر 13، اول حاجه بختار المحاور سواء كانت اكس واي لو كان المساله لينير، ان لو كانت المساله سيركولار، او بيكلمني عن السبيد الماجنتيود، او ثيتا لو المساله انجولر يعني فيها ثيتا وسط فيها ثيتا دبل دوت. نعم، هو حضرتك بادئ من بدري عشان كلنا كنا مستنيين، قالوا ان حضرتك هتتاخر وكلنا كنا مستنيين، وده ميتنج قديم اساسا، لا لا لا، فمعظم الناس ده لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. شكرا. تمام، ده لسه بنفكر بعض بخطوات الحل بتاعت الحصة اللي فاتت. يبقى احنا قلنا أول خطوة ببتدي إن أنا أحدد المحاور بتاعتي على هذا الأساس، اكس واي لو حركة خطية، تي وان لو سيركولار موشن أو اس في سبيد، والار والثيتا لو في انجولر يعني ثيتا دوت ثيتا دبل دوت. بعمل ايه بعد كده؟ اتنين، برسم فري بادي دياجرام، بحط الفورسز. بعد ما برسم المحاور، ثلاثة، ابتدي ان انا اقول له سبمشن الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. ابتدي بقى اقول له يا اما اكس وواي يا تي وان يا ار وايه وثيتا، على حسب بقى نوع السؤال. ماشي، نرجع بقى لمسألتنا. ده كان أول سؤال معانا، الماس ب10، السرعة 3، وبيقول لك احسب التنشن والانكريز ان ذا سبيد. فقلنا الانكريز ان ذا سبيد ده يعني الايه، تانجنت. تمام، يبقى المسألة ديت تانجنت ونورمال. تعالوا بقى ايه، نبتدي نرسم المحاور. يبقى هنا ادي نقطة التثبيت بتاعة الحبل، وادي الكورة. فين التانجنت؟ الدايرة فين بتاعة الحركة؟ الدايرة اهي، اعمل مماس هتبقى كده، ده التانجنت. والنورمال عمودي عليه جوه مركز الدوران، يبقى كده المحل. لازم تترسم طبعا، لازم تترسم. فين بقى الفورسز المؤثرة؟ يلا ابتدي بقى احط القوة المختلفة. عندك ايه؟ عندك الوزن،
هتعمل له ريزوليوشن طبعا. الزاوية هنا 45، يلا ننقلها الزاوية بين الحبل واكس، هتبقى العمودي على الحبل وواي، هتبقى هنا 45. إذا مع التي كاب هتكون ام جي كوساين 45، ومع الان كاب هتكون ام جي ساين 45. ايه تاني عندك؟ التنشن اللي هو طالبه منك، الحبل نفسه اهو التنشن. مفيش طبعا نورمال رياكشن لان مفيش هنا سطح، دي الفورسز المؤثره على الكوره. رسمنا المحاور، رسمنا الفري بودي دايجرام، نبتدي بقى نجمع الكلام ده كله. نجمع اول حاجه مثلا التي اكسس، يبقى الفورس في التي بتساوي الماس في الاي تانجنت. بص على الرسمه وشوف التانجنت اكسس الفورس اللي فيه، هتلاقي ام ام جي كوساين 45 بس مفيش حاجه. هتساوي الام في الاي تانجنت، كده نقدر نجيب الاي تانجنت. بعد كده نجمع الاتجاه الثاني، الفورس في الان بتساوي الام في الاي ان، يبقى عندك تي عندك ناقص ام جي ساين 45 هتساوي الماس في في سكويرد على الريديوس. ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك؟ السرعه ب3، الريديوس هو طول الحبل 2، والماس عندك وكل حاجه، تعرف تجيب التنشن سهله. في أي سؤال؟ عظيم، ماشي، شكله درس سهل، نشوف اللي بعده. يا باشمهندس ممكن سؤال؟ أيوة. احنا ما ينفعش نحل السؤال ده بما انه ريديوس، ما ينفعش نحله بالبولرز اللي هو بولرز بيد وار سيتا وكده. هو مفيش انجولار موشن، يعني مفيش ثيتا دوت ثيتا دبل دوت. لو طلبهم منك ماشي، لو طلبهم منك بص خلاص، مش شكرا. اوريها لك ازاي، تعال اوريها لك ازاي. نفس السؤال بس الاقي طالب مني التنشن برضو طبعا وكل حاجه، لكن احنا هنا عايزين نتكلم فاين ثيتا دوت وثيتا دبل دوت. طبعا ثيتا دوت هتقدر تجيبها بدون استخدام الشكل ده اصلا، باستخدام شابتر 12. بص هتعمل ايه، باستخدام شابتر 12 هقول له الاتي. انا عندي هنا الفي هتبقى ليها اتنين كومبوننت، في ار وفي سيتا. الفي ار اللي هي الار دوت، والفي سيتا اللي هي ار سيتا دوت. خلي بالك من الرسمة اللي عندك، ده سيركولار موشن خدناه قبل كده وقلنا الار كونستانت، الار 2 متغيرش، وبالتالي ار دوت صفر وار دبل دوت صفر، يبقى الفي ار هتساوي صفر. اذا الفي ثيتا هي التلاتة، هي التلاتة، يبقى اذا ثيتا دوت هتساوي تلاتة على الار، يبقى واحد ونص. هو عايز مني سيتا دبل دوت، سيتا دبل دوت نجيبها ازاي؟ نقول له الاي بت عباره عن اي ار واي ثيتا. طيب نعوض، ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكوير، الار دبل دوت صفر يطلع لك ماينس ار سيتا دوت سكوير. الار معاك، سيتا دوت معانا، يبقى ماينس أربعة ونص. الـ
ثيتا ار ثيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت ثيتا دوت، فهتبقى 2 ثيتا دبل دوت بلس 0. نستنتج من الكلام ده ايه؟ بص على الرسمه، الاي ار، الاي ار والاي ثيتا اتجاهاتهم ازاي؟ هتلاقي في السيركولار موشن الار بيبقى عامل كده، الار اكسس اهو، والثيتا اكسس عامل اتجاه زياده ثيتا اهو. هتلاقي ان الثيتا ده التانجنت، يعني 2 ثيتا دبل دوت دي الايه تانجنت. يبقى كده جبنا ثيتا دبل دوت، هتطلع والاي تانجنت مش معاك. اه ارجع، تمام مش معاك. المهم ان الاي تانجنت اللي هي 2 ثيتا دبل دوت، والاي ثيتا او الاي نورمال اللي هي نيجاتيف 4.5. بعد كده طيب نجيبها ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي ما اعرفش الثيتا دبل دوت بكام. هتعمل بقى القوانين وتعمل الفورسز والكلام ده كله، مش انت رسمت المحل؟ يلا اعمل بقى الفري بادي دياجرام واشتغل. هتقول له والله اهو ادي الام جي والزاويه 45، تعمل نفس الموضوع بالظبط وادي التنشن ام جي كوساين ام أي معلش يا باشمهندس، اه هي الصورة كانت واقفة بس بقالها حبة، ما كانش باين حاجة لسه ظهرت دلوقتي خلاص. تمام. ونبتدي نجمع، نبتدي ان احنا نجمع. هتقول له الفورس في اتجاه الثيتا بتساوي الام في الاي ثيتا، فنعوض بقى الفورس في اتجاه الثيتا ام جي كوساين 45 هتساوي الماس في الاي ثيتا اللي هي 2 ثيتا دبل دوت. المعادله دي هنقدر نجيب منها ثيتا دبل دوت، ولو عملنا المعادله الثانيه ام اي ار هتلاقي المجهول الوحيد، يعني هتلاقي ايه؟ ام جي ساين 45 ناقص تي هتساوي الماس في الاي ار اللي هي ناقص 4.5، فهنا تعرف تجيب التنشن. فده الحل باستخدام المحاور البولر. وعلى فكرة نقدر نحلها برضو باستخدام اكس وواي. هو الفكرة المسائل كلها تتحل باكس وواي، وكلها تتحل بتي وان، يعني اي محور من المحاور بيحل لك كل المسائل، بس احنا بندور على الاسهل. يعني شوف العذاب اللي احنا تعذبناه هنا علشان نحل بيه البولر، شغل كتير قوي، في حين ان لما استخدمنا تي وان كان الحل صغير قوي. فهذه هي يوتيوب ده حاجة زي كده الامتحان. ما انا قلت لك لو جالك بقى مقلب وقال لك ايه السؤال اللي انت متعود عليه بتي وان ده، هات لي ثيتا دبل دوت، فطبعا انت مضطر تحل باستخدام ايه؟ البولر، ملهاش حل. تمام. او ممكن تعمل حاجه تانية لو حد فاكر كويس شابتر 12، هتحل تانجنت ونورمال عادي، هتطلع الاي تانجنت. الاي تانجنت دي انت عارف ان هي هتكون الاي ثيتا، انت هتحل عادي جدا تي وان. الاي تانجنت طلعت لك مثلا 10، هتقول له والله 10 دي بتساوي الاي ثيتا. الاي ثيتا اللي هي بكام؟ اللي هي بار ثيتا دبل دوت، بس كده تحلها عادي، تجيب الثيتا دبل دوت عادي. ماشي، تعالوا نشوف المسألة اللي بعد كده. معلش يا باشمهندس، هو كده لو حضرتك قلت ان الـ A theta equal الـ A tangent، يبقى كده الـ A N equal minus الـ A R؟ الـ A N بقى هتبقى 4.5. الماينس ده ليه؟ لأن الـ R cap بيبقى طالع لبره، الـ N بيبقى داخل لجوه. اه ما انا عشان كده بقول هتبقى هي بس ماينس. اه يعني الـ A N بـ 4.5. ماشي. احنا خدنا مسألة زي دي قبل المتر، لما قلنا لما يدخلك الدرسين في بعض، يعني حركة دائرية وفي نفس الوقت بولر، فخدنا القصة دي قلنا ساعتها
التانجنت هو هو الثيتا كاب والنورمال هو هو الار كاب بس بالعكس. طيب نبص على المساله دي اللي هي أيوة. بالعكس ده ايه ينفع حته الحته اللي هي بتاعت الاي تانجنت والاي نورمال اللي بالعكس دول احنا قسمناهم اهو نقسمهم تاني. انت كنت فين؟ ما هو في ديلي جامد قوي في الصوره فانا مش لاحق اجمع. وصلت الرسمه البسيطه دي؟ لا دكتور مهنج يعني حضرتك بتقول الحاجه وبعد بعد مثلا دقيقه بتطلع الحاجه اللي انت حضرتك كنت عايزها. تمام انا عندي مشكله في النت. ماشي وصلت الاوريجن ونقطه كده. وصلت. ماشي باشمهندس اللي كان بيسال حط لي يا باشمهندس كده على الرسمه المحاور تانجنت والنورمال. قلنا سهل اهو تانجنت مماس اهو والنورمال جوه السنتر. طيب تعال نرسم محاور البولر. تعال نرسم محاور البولر ليها نظام برضو ليها نظام. ايه هو؟ من الاورجن للبارتيكل لبره لبره هو ده الاركاب اهو. والعمود عليه ده الثيتا كاب اهو. يعني النورمال كان دايما بيبقى داخل جوه الكيرف صح؟ والار كاب لبره. فلما يكون الحركه ده ويكون مركز الدايره هو الاوريجن بتاع المساله فهيحصل معاك القصه دي ان الار كاب عكس الان كاب والثيتا كاب مع التي كاب. معنى كده ايه؟ ان الاي نورمال هتساوي ماينس الاي ار والاي تانجنت هتساوي الاي ثيتا. تمام تمام شكرا. تمام ده اللي انا قلته ايه من شويه وحليناه على هذا الاساس. حتى الفري بادي دايجرام كان هو هو بالظبط يعني ما فيهاش اي مشكله خالص. عظيم. رقم 55 ده اسمه كولر. الكولر ده لو احنا اول مره نشوفه احنا خدناه في الاستاتيكس اعتقد. ده الكولر ده بيبقى بيتحرك على عمود اسطوانه. بيتحرك على عمود الاسطوانه ديت ايه تبقى مفرغه من جوه اهو بيبقى حاجه زي كده ومن جوه مفرغ وبيتحرك على رد. الرد ده بقى بيبقى ستريت يبقى كيرف دايره. المهم ان هو ايه هيبقى له رياكشن. الرياكشن ده بيبقى عمودي في اي اتجاه انت بتفرض اي اتجاه فوق تحت مش مشكله. ليه؟ لان انت ما تعرفش النقطه اللي بيلمس فيها الكولر العمود ده ايه. ما تعرفش اذا كان هو راكن على الجنب اللي تحت ولا على الجنب اللي فوق. كده كده الرد ده بيلمس الكولر بس في نقطه انت ما تعرفهاش. تمام. فوارد جدا يطلع لك النورمال ده نيجاتيف عادي جدا ما فيش اي مشكله خالص. تعال بقى نشوف باقي المعلومات بقى. الكولر 5 كيلو جرام السرعه 4 بيقول لك انكريزنج ات 3. مين الثلاثه؟ مين الثلاثه ده؟ الاي تي. الاي تي انكريزنج السرعه بتزيد يبقى ده الاي تانجنت 3. احسب الرياكشن واحسب الفورس بي. نبتدي نرسم. طبعا انت هتقرر ان انت هتحل تانجنت ونورمال. ينفع اي حاجه ثانيه؟ ينفع. ينفع اكس وواي ينفع ار وسي ينفع كل حاجه. الاسهل تي وان. نرسم بقى المحاور. اول حاجه المحور تانجنت مماس للدايره اهو كده
تي كاب، ال ان كاب هيبقى ازاي؟ هيبقى لتحت. معنى كده ان البوزيتيف لتحت. خلي بالك، يلا ايه الفورسز اللي عندك بقى هنا؟ هتلاقي عندك ال بي هتعمل لها ريزوليوشن، يبقى عندنا بي ساين 30، وعندك بي كوساين 30، عندنا الوزن والنورمال رياكشن. مش مهندس لو حضرتك بترسم طبعا لما يكون السطح مفيش حاجه ظاهره. هي ظهرت لا حول ولا قوه الا بالله. طب هنعمل ايه؟ هو حضرتك رسمت رسمه فيها ريزوليوشن البي ولا لا؟ لا دي مش موجوده، دي خلاص لسه ما جاتش. اخر حاجه موجوده التانجنت، هي خلاص جت دلوقتي. تمام تمام يا شباب. طيب معلش يا باشمهندس، هو ايه ال ان كابل تحت؟ ما هو بيبقى من البادي اللي بيتحرك اللي هو الكولر لحد مركز الدايره. مركز الدايره، مركز الدايره تحت. تمام، يعني دي ثوابت يعني. تمام صح. ايوه فده كده ده اتجاه الموجب بتاع التجميع. لما اجي اجمع هيبقى الوزن ده موجب واللي فوق دول سالب. دي نقطة مهمة جدا واحنا شغالين في التانجنت والنورمال. هنبتدي بقى نجمع دلوقتي. تمام يا شباب، هجمع الاتجاهين، هحط الاي تانجنت الثلاثة والاي نورمال في سكويرد على رو معايا، كل دول معايا. هتلاقي المجاهيل هما الفورس بي والنورمال رياكشن ان. هجمع لك، معلش تظهر بقى متأخر، هحاول ايه اقرا اللي انا بجمعه. اول حاجة هجمع الفورس في التي بتساوي الام اي تي. بص على الرسمة، الفورس في التي عبارة عن البي كوساين 30، هتساوي الماس بخمسة الاي تانجنت بثلاثة. كده نقدر نجيب الفورس بي. بعد كده الفورس في الان بتساوي الام اي ان، اللي تحت هو الموجب. الفورس في الان يبقى عندك ام جي موجب ناقص ان ناقص بي ساين 30 هتساوي الماس الاي ان في سكويرد على رو 4 سكويرد على الريدياس اللي هو نص متر، نص قطر الايه؟ المسار ده. هنا هنعرف نجيب الان، اعتقد هيطلع لك نيجاتيف لان مش اي مشكله خالص. هتقول لي ازاي لان نيجاتيف دي ازاي؟ هو البادي لو كان راكن على السطح اللي تحت يبقى احنا صح، لكن الكولر ده هتلاقيه راكن على السطح عايز يطير لفوق، وده منطقي، ده بيتحرك في دايره. لو ما كانش فيه الرد او السطح الدائري ده هتلاقي الكولر طار لفوق، يبقى الان لازم يكون ايه؟ لتحت. ظهرت؟ لا لسه. يا نهار ابيض، كده ظهرت. هو ازاي اساسا لان لما تطلع نيجاتيف لتحت؟ هو مش المفروض كده يبقى لفوق فعلا، لان احنا عاملين البوزيتيف هو اللي تحت. لا انا بتكلم على الان اكسس، انا بتكلم على النورمال رياكشن. نورمال رياكشن لازم فوق. فاهم؟ مش النورمال رياكشن طلعت نيجاتيف. نيجاتيف ده معناه ان هيحصل فوق، لان احنا مختارين. لا لا لا، انت كده دخلت الامور في بعضها. لا ده لا لا لا، هو انا دلوقتي لما احط فورس يمين تطلع لي نيجاتيف معناها انها شمال. مش هقول لا ده بقى ده مش عارف الاكس اكسس اصله فين. لا 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 لا، ملهاش علاقه. النيجاتيف اللي بيطلع لك لاي حاجه معناها مش معناها ان هي في النيجاتيف دايركشن، لا معناها ان انت فرضتها بالعكس.
تمام ماشي يا شباب، نشوف اللي بعده. ناخد كده مسألة غريبة شوية، نستنى لحد ما تظهر. قولولي هي بتاعت السكيل وعليه مربع ايه بوكس. ايوه مش هي السير اللي عليه مربع؟ تمام. بصوا هنا ده السؤال ده الحل بتاعه في سطر واحد، سطر واحد بس. نجيب السطر ده نشوف كده ايه اللي بيحصل في المسألة. ده سير الصندوق ماشي بسرعة 8 على السير، سير على شكل دايرة، الماس 5 كيلو جرام، عايزك تحسب الـ smallest radius رو. ايه الـ smallest يعني؟ انت كل ما تصغر الريديوس كل ما الصندوق ده سرعته تقل علشان ما يتزحلقش، زي ما انت ماشي في عربية مثلا وبتلف في ملف. الملف لو الريديوس بتاعه واسع فتلاقي نفسك سرعت عادي مفيش مشكلة، لكن لو يوترن كده الريديوس بتاعه صغير تعرف تلف بسرعة 60؟ لا طبعا، تلف بسرعة قليلة جدا 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 علشان ما تتزحلقش. هو هنا السؤال بيقول لك كده، احسب الـ smallest radius بحيث ان الصندوق ده don't slip، ما يتزحلقش. بنجيلك الستاتيك فريكشن والكاينيتيك. اتكلمنا عن الفريكشن الحصه اللي فاتت وقلنا في ستاتيك وفي كاينيتيك. الستاتيك لما يكون about slide يعني هو مش بيتزحلق ولكن about slide، والكاينيتيك لو هو اتزحلق بالفعل. اللي فهم اللي احنا قلناه ده هيعرف يحل بمنتهى السهوله. بص كده هنرسم ايه بقى، يعني ركز بقى معايا، حاول برضو اتكلم على ما يظهر لك الصوره. الطريق اللي ماشي فيه الصندوق ده عباره عن دايره، خلاص عباره عن دايره، ادي الصندوق اهو. الفورسز المؤثره على الصندوق، عندك وزنه وعندك رد فعل السير، فهيبقى الوزن اللي تحت ورد فعل السير لفوق اهو. ايه تاني بقى؟ الفريكشن بقى، لو بدا تتوقع الفريكشن هيكون ازاي؟ حد عارف تجاوز ازاي وبيساوي كام؟ حدش عارف؟ قد ايه بتي طيب؟ انجن هو هيساوي صفر عشان ما يتزحلقش لبره؟ هيبقى ازاي؟ المفروض هيبقى تانجنت للكيرف ولا هو في فريكشن في التانجنت، بس انا مش عايز منه حاجه، انا عايز الصندوق ده ما يتزحلقش. فلو اتزحلق هيتزحلق في انهي اتجاه؟ هيتزحلق على تحت، هيبقى الفريكشن فوق. لا لو اتزحلق هيتزحلق لبره بعيد عن مركز الدايره. يبقى عكسها، يبقى في اتجاه مركز الدايره. يبقى هو لو اتزحلق هيمشي لبره يبعد عن مركز الدايره. زي انت مثلا هيتزحلق، ده معناها انها تخرج بره المسار. طبعا. مش ايوه يتزحلق. يعني هو مستوي، انا بحسب يتزحلق دي في اتجاه، انا فاكره بص لتحت يعني ان هو بينزل، بس ساعات خالت غلط يعني. ما هو بينزل وسرعته لتحت، بس لو اتزحلق، انا بقول لك لو اتزحلق السير ده بيتحرك، السير ده ماشي بسرعه 8 مالناش دعوه بيه. لو زودت السرعه قوي بتاعت السيرفس هتلاقي الصندوق حصل له سلايدنج، اتزحلق فين بقى؟ بره.
بره بره المسار بتاعه. الحركه الدائريه كده، انا ماشي بعربيه لفيت ملف بسرعه كبيره قوي، العربيه اتزحلقت لبره، وبالتالي يبقى الفريكشن في اتجاه النورمال اكسس رايح لمركز الكيرف، هيبقى كده يا شباب. طبعا طالما لسه ما اتزحلقتش فهيبقى ستاتيك فريكشن، يبقى ميو اس في الان، يبقى ميو اس في الان، وده اتجاه النورمال اكسس. الان بتساوي ام جي، معادله سهله قوي هتعملها، هتجيب على طول الريجاز بكام. هبتدي ان انا اكتب مجموع الفورس في الان بتساوي الام اي ان، الفورس في الان اللي هي الفريكشن 0.7 في النورمال رياكشن، هتساوي الماس بخمسة، الاي نورمال في سكوير 8 سكويرد على الرو اللي انا عايز احسبها. هتحط طبعا النورمال رياكشن بتساوي الوزن، وتقدر تجيب الرو بتاعك. ظهرت الشباب واضحة؟ هو أنا بس عايز أسأل السؤال. أيوة. هو ليه يعني مش المفروض يبقى الفورس بزيرو علشان ما يتزحلقش؟ يعني إحنا ليه سويناها بحاجة تانية من بره؟ يعني ليه حطينا إن في ماس في أكسلريشن؟ إحنا مش عايزينه يتزحلق. ماس في أكسلريشن. يا خابر أنت لفيت لفة كبيرة أوي. هو بالفعل في ماس في اكسلريشن سواء اتزحلق او لا، انت ماشي في دايره يا باشمهندس، ماشي في دايره، لازم في اكسلريشن لجوه السنتر. علشان انت بقى البادي ما يطيرش لبره، لازم في فورس لجوه في اتجاه الاكسلريشن دي عشان توزن البادي، عشان توزن البادي. يعني انت مثلا لما تمسك كوره بحبل، انت رابط كوره في حبله، ابتدي ابتديت ان انت تدورها، تدور خلاص. ليه الكوره ما بتطيرش لبره؟ علشان في تنشن، عشان انت شادد الحبل. بص يا باشمهندس، البادي بيميل ان هو يتحرك في اتجاه عكس الاكسلريشن، مش مع الاكسلريشن. يعني ايه؟ يعني انا قاعد في ميكروباص او في اتوبيس، والسواق فجاه داس فرامل، الناس هيطيروا في انهي اتجاه؟ يعني لقدام. لقدام، مع ان الاكسلريشن اللي السواق عملها اتجاه ازاي؟ ورا. الفرامل دي يعني الورا، يبقى الناس تلاقيهم طاروا لقدام. نفس الكلام لو السواق ده كان الاتوبيس ات ريست وفجاه داس بنزين، هتلاقي الناس رجعوا لورا. هو ده البادي بيميل ان هو يتحرك عكس الاكسلريشن، تمام. طيب نفس الكلام في المساله اللي هي الحركه الدورانيه، الحركه الدورانيه غصب عننا في اكسلريشن لجوه، فالبادي لو اتحرك هيتحرك لبره، هيطير لبره، فلازم عشان ما يطيرش لازم يظهر فورس لجوه تعادل الاكسلريشن علشان ما يطيرش. فهو ده اللي بيحصل في المسألة اللي قدامك وفي غيرها من المسائل، تمام. الفريكشن اللي لجوه ده هيمنع الصندوق ان هو يطير لبره. مش مهندس بس ايه؟ احنا بنعمل مجموع، يعني مجموع الفرسات ايكوال ام اي، تمام. احنا كده عملنا ان اي، يعني مش عارف اقولها فعليا، بس عملنا اتزان. عملنا اتزان ما بين القوى الكايناماتكس مع القوى الموجوده على البادي، وطبعا ده هيحصل. امال ايه؟
انما الايه الاكسلريشن بزيرو دي الاكسلريشن بزيرو يبقى مش هيلف في ملف اصلا هيمشي في خط مستقيم يعني مفيش تطبيق اساسا لا ما ينفعش يعني انت دلوقتي مسكت الدريكسيون وحودت الدريكسيون ايه اللي بيحصل للعربيه مش بتلف يعني غصب عني في اكسلريشن لجوه علشان انا ما اتزحلقش لبره لازم في فريكشن يعادل الاكسلريشن تجاوز ازاي الفريكشن ده هيبقى لجوه برضه انا بقى لما اجي احل اعمل ايه بساويهم ببعض اقول له والله عشان يحصل اتزان ما يحصلش زحلقه يبقى اذا قوه الفريكشن تساوي الاكسلريشن اللي موجوده تمام شكرا الموضوع كبير شويه باشمهندس عندي سؤال تمام هنا ليه استعملت ال 0.7 مش ال 0.5 هو انا مش عايزه يتزحلق لسه ما اتزحلقش يعني بالنسبه للسير ثابت بالنسبه للسير ثابت خلاص فبنستخدم الاستاتيك فريكشن لكن لو الصندوق ده طار لبره اتحرك بقى اصبح فيه سلايدنج ساعتها بنستخدم الميو كي ماشي يعني مثلا زي المساله دي لما تظهر قولي اللي استخدمنا ميو اس مش ميو كي ماشي انا قلت مش هو هيكون بيتزحلق فعلا لا مين قال بيتزحلق فعلا مين قال بيتزحلق فعلا الراجل بيقول لي احسب المينيمم ريديوس بحيث ان الصندوق ده دونت سليب لا ينزلق يا جماعه انا في شركه وانا مهندس قد الدنيا مهندس ميكانيكا قد الدنيا بصمم سير السير ده هيدور بالصندوق فانا لازم اقعد احسب ايه السرعه الممكنه ما انا ما ينفعش اعمل سرعه انفينيتي مثلا احط الصناديق تطير لبره ما ينفعش عايز اعرف المقاس بالظبط قد ايه علشان الصندوق ما يتزحلقش انا مش عايزه يتزحلق انا عايزه يوصل بسلام السير ده بينقل لك البضائع من مكان للتاني وارد جدا في منطقة من المناطق ان هو يدور دي معناها ان في نورمال اكسلريشن لو حضرتك زودت السرعة هتلاقيه طار لبره لازم تظبطها دي قصة ان هو بيتزحلق بالفعل ازاي بقى هو ده كده هيبقى ميكانيزم ولا هتبقى شركة تمام ظهر السؤال السؤال ظاهر يا باشمهندس مش ده بتاع الكيرف مش سيركل صح؟ بالظبط اهو ده الصندوق ده يا شباب الصندوق اللي قدامنا ده لما ينزل على السطح كده بيتزحلق ولا ما بيتزحلقش؟ كده بيتزحلق النقطة اللي لامسة السطح بتتحرك يعني وبالتالي هنستخدم الميو كي هنا تمام؟ ده غير السؤال الايه اللي فات نحل بقى سؤال زي ده ازاي؟ تخليه على وشك الحركة لا على وشك الانزلاق هو الصندوق بيتحرك مع السير بيتحركوا مع بعض يعني في حركة بالفعل ولكن أنا بتكلم على الانزلاق يا باشمهندس الانزلاق يعني إيه؟ يعني البادي والحيطه اللي هو عليها في ما بينهم ريلاتيف فيلوسيتي انت فاهمني
يعني سرعة الصندوق كبرت عن سرعة السطح، ده اسمه سلايدنج. المسألة اللي قدامنا اللي احنا فاتحينها دي، السطح هنا ثابت والصندوق ماشي عليه، هي دي هنا في حاجة اسمها سلايدنج. ماشي؟ يبقى هنا هنستخدم الميو كي. نحل زي السؤال زي ده ازاي بقى؟ نقرأ كده المعلومات ونشوف، ونشوف ايه اللي هيحصل. 10 باوند، 10 باوند دي الوزن، خلي بالك 10 باوند الوزن، يعني ام جي، ام جي تساوي 10 في المساله. طب لو انت عايز الام عشان لما تعمل الماس في الاي نورمال مثلا، هتبقى ال 10 على الجي 32.2. ماشي يا شباب؟ نكمل. الفريكشن ميو كي 0.2 تمام. بيقول لك ايه بقى في اللحظه اللي قدامك؟ السبيد بخمسه، السبيد خدت بالك يعني المقدار. احسب النورمال فورس واحسب كمان الريت اوف انكريز اوف اس سبيد، يعني الاي تانجنت. يعني هتقول لي ازاي السؤال زي ده تانجنت ونورمال؟ يعني احنا واخدين قانون بيجيب لك الريديوس في حاله الكيرف، يبقى دي اول حاجه مشكله هتخلص منها، انها هتعرف تجيب الرو. تاني مشكله اللي هو التانجنت بقى، تاني مشكله التانجنت. التانجنت اكسس لما تيجي ترسمه ممات للكيرف مش هتبقى عارف زاويته كام. هتسترجع بقى معلوماتك الرياضيه، كنت اخدت ميل المماس تعرف تجيبه ازاي؟ حد يفكرنا كده؟ ميل المماس. تان، تان زاوية الميل بتساوي واي داش، واي داش. هتقدر تجيب الزاوية بتاعت الايه؟ المماس للكب. ماشي يا شباب؟ تعالوا بقى نكتب الكلام ده. يبقى أول حاجة هعملها في المسألة إن أنا هاخد الكيرف دوت أعمل له ديفرنشيشن، هجيب الواي داش وهجيب الواي دبل داش. فهقدر إن أنا أجيب الريديوس، وهقدر ان انا اجيب الزاويه بتاعه المماس. نشتغل كده. يبقى احنا عندنا الواي بتساوي 1 على 8 اكس سكوير، اذا الواي داش 1 على 4 اكس، اذا الواي دبل داش 1 على 4. هتقول له بقى ايه؟ هتقول له الرو بتساوي 1 زائد واي داش سكوير تو ذا باور 3 على 2 على الواي دبل داش. الواي داش اللي هي 1 على 4 اكس، الاكس هنا بكام؟ الاكس ب 6 ماشي، حطها بنيجاتيف 6 ماشي، مفيش مشكله خالص، المساله سيمتري يعني الريديوس، واصلا الواي داش كده كده معمول لها سكويرنج. وبكده هتعرف تجيب الايه؟ الريديوس بتاع اللحظه اللي قدامك. فتطلع لك بتساوي 23.4، 23.4 متر او فيت. طب لحظه واحده يا جماعه عشان في دوشه حواليا، لحظه واحده.
تمام يا شباب، ماشي كده جبنا الرو. بعد كده هنحسب زاويه المماس ونقول له ان السيتا هتساوي تان انفرس واي داش، فيطلع لك الزاويه 56.3 درجه. كده بقى هنبتدي ان احنا نرسم المحاور التانجنت والنورمال ونشتغل. خلاص هبتدي ان انا ارسم دلوقت. تمام، ادي الصندوق. اول حاجه هرسم المماس، طبعا هيبقى لتحت لان الصندوق ده هينزل لتحت. ادي تي كاب. النورمال هيبقى عمودي عليه جوه الكيرف ناحيه الشمال كده. تمام يا شباب، تعالوا بقى كده نحط الفورسز. اول حاجه وزن الصندوق هيبقى لتحت، طبعا هتحلله بجي زاويه المماس. ايوه ما الصبر جميل، من عادي انا بقى بقول اهو. زاويه التانجنت ديت اللي انت جبتها ما بين التي كاب والاكس اكسس، اللي هي هتكون ما بين الام جي والنورمال اكسس. هتحلل الام جي، هيبقى عندك ام جي كوساين ثيتا وعندك ام جي ساين ثيتا. النورمال رياكشن هيبقى ازاي؟ هيبقى عمودي على السطح، يعني عمودي على المماس. هو كده ده النورمال رياكشن. الفريكشن هيبقى اتجاهه ازاي؟ عكس الحركه، يعني عكس التي كاب. عكس التي كاب هيبقى 0.2. استنى بقى لحد ما يظهر الرسمه خلاص عشان نبتدي نجمع. ايه كل ده ما جاتش؟ هو اترسم تقريبا ام جي والريزوليوشن بتاعها والتي والان اترسموا تحت على اليمين. الرياكشن والفريكشن اترسم ان فريكشن شايفه تقريبا اترسم فريكشن. ايوه 0.2 ان. ماشي 0.2 ان. تمام نهار ابيض. تمام نبتدي بقى نجمع. انا عايز اسال سؤال، هو ازاي ازاي هي دي السيتا؟ ايه؟ هو ازاي هي دي السيتا؟ المفروض السيتا ده الانجل مع الاكس اكسس بس من الناحيه الشمال علشان ما عملناش 180 ناقص. يعني المفروض السيتا دي نعمل خط شمال ناحية الشمال ولا الناحية اليمين؟ هتفرق ايه؟ السيتا الزاوية ما بين التانجنت والاكس. ايه المشكلة؟ في أي مكان. هي عندك في الرسمة التانجنت والإكس سيتا. فعندي 180 ناقص. ما هو التانجنت والإم جي هي دي الأنجل، يعني الأنجل المفروض تبقى العكس، المفروض تبقى هي اللي جوه، يعني اللي ما بين إم جي والتانجنت هي دي السيتا. ما هي هي عاملة مع الإكس. يا خبر أبيض. الإم جي والتي، هو الإم جي إكس أكسس يا جماعة؟ الإم جي رأسي في الواي أكسس. ما هو مش هو التانجنت ده يعتبر هي مع الاكس اكسس لفوق، يعني مع التانجنت والاكس اكسس. يا جماعه هنقعد نالف ليه ونقول كلام غريب جدا يا شباب؟ ما بين التي والاكس خلصت. التي والاكس ام جي ايه وبتاع ايه؟ التي والاكس اهي عندك قدامك اهي، التي مع الاكس سيتا بس كده. انا مش فاهم.
الصوره لو شغاله كنت انا رسمت لكم رسمه ثانيه، انا خايف اروح دي 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 دي. طيب لحظه زي ما انت يا باشمهندس خلاص مصدقك. انا بس انا كنت عايز اوريكم يعني اي يا جماعه اي خط يا جماعه رسمتوه اي خط زاويته مع الاكس 30 تحطها ازاي. انا هرسم خط اهو، خط لك الخط ده زاويته مع اكس 30 فين بقى؟ ارسم ام جي واحط زاويه. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، خد اي اكس من اليمين من الشمال من اي سي اهي سيت يا رب تظهر. ده عذاب والله. بس هي هتوضح لهم لو شافوا ان حضرتك كاتب السيتا اللي تحت اللي على اليمين، انا ما كنتش شايفها في الاول، فانا ما كنتش فاهم ليه حطيناها هنا كده على طول في النص. هي ظهرت لكم ايه ما بين الام جي والنورمال اكسس؟ كنا شايفين اللي تحت على اليمين ده، فكنا فاكرين انك حضرتك لما طلعتها حطيتها كده على طول. لا لا طبعا، ما هو في قاعده بتقول ايه؟ الزاويه بين الخط والافقي العمودي عليه والراسي. يعني ايه؟ يعني السيتا دي ما بين التي والاكس، هي ما بين النورمال والواي. النورمال والواي، فانا حاطط الاثنين، انا حاطط سيتا ما بين احنا سيبنا الدرس ورحنا الكلام تاني خالص بعيد. ايه الحل في النت ده؟ بس انا مش عارف. ظهرت الرسمة الخزعبلية اللي انا راسمها دي، فهتلاقي في النص الشاشة كده. ظهرت. ظهرت اهي، شايف السيتا فين؟ ما بين الخط واكس، في اي حتة بقى، المهم ان ما بين الخط واكس. هي ما بين العمود عليه والواو، العمود عليه والواو. طيب نرجع بقى يا شباب. طبعا انا هعمل ايه دلوقتي عشان بس ننجز في الموضوع ده، مش هنخلص احنا كده. هجمع اتجاه التي واقول له بيساوي الام في الاي تي، واجمع اتجاه الان واقول له ام في الاي ان. اي ان معايا في سكويرد على رو، لكن الاي تي مش معايا. المهم ان انت عندك مجهولين يعني. فده اللي انا هكتبه دلوقتي، واصبر بقى لحد ما تظهر لك. طبعا موضوع النت ده انا مش ساكت عليه، انا عامل شكوى في وزاره الاتصالات، وعامل شكوى في حمايه المستهلك، وعامل شكوى في الشركه نفسها. يعني انا مش ساكت، بس طبعا مفيش اي حل خالص تماما، بقالها سنتين كده. باشمهندس ممكن ما يكونش مشكلة نت، او ممكن يكون مشكلة ويندوز مثلا، جهاز فيه حاجة. لو ممكن يعني. ويندوز ايه يا باشمهندس؟ ويندوز انا حرام عليك. انا بقول يمكن الديلي ده مش ديلي نت او ديلي تقل جهاز. يا باشمهندس ده انا خلاص ماشي. لو حضرتك باظ في جهازك خلاص، فاهم خلاص، انا بقترح بس. انا شغال برامج هندسية كبيرة. ايوه تمام. موضوع الويندوز والجهاز ده، لا انت ما تعرفش، مفيش نقاش يعني. تمام. شغالين على سيرفرات وورك ستيشنز وحاجات كبيره. تمام ماشي. هو النت البويس. وبعدين انا عامل شكوى وهم معترفين ان مفيش نت، يعني مش بينكروا مثلا. لا يا فندم، صح، ده السرعه عندك مش عارف نص كيلو بايت، هنصلحها ان شاء الله، هيتصلوا بيك كمان يومين. انا بيقولوا لي هنتصل بيك كمان يومين، بقالهم 3 سنين. سيجما الفورس في تي بتساوي الام اي تي. هبتدي بقى اجمع الاي تانجنت، يبقى ام جي ساين سيتا ناقص 0.2 ان هتساوي الماس. طبعا هو مديها لك، احنا قلنا هو مدي لك ال10 باوند، ال10 باوند ديت الوزن، يبقى الماس 10 على 32.2 في الاي تانجنت. المعادله الاولى عندي مجهولين،
الاي تانجنت والنورمال رياكشن. هنبتدي نجمع المعادله بتاعه النورمال اكسس اف اي ان بتساوي الام اي ان. يبقى عندنا النورمال رياكشن موجب ناقص ام جي كوساين ثيتا هتساوي الماس 10 على 32.2 في الاي نورمال. الاي نورمال الفي سكويرد على الرول اللي احنا حسبناها، والفي عندك بخمسة يبقى 5 سكوير. طبعا هتحط الام جي على بعضها ب 10 يبقى كده جبت الايه النورمال رياكشن. هنطلع فوق هنقدر نحسب الاي تانجنت. جميل. قول لي بس انها ظهرت عشان ايه نشوف اللي بعدها. ظهرت يا باشمهندس ال اف تي وال اف ان والمعادلات كلها. اه تمام. طيب نخش على اللي بعده. برضو فكره ثانيه على التي وال ان. لكن مختلفه بعض الشيء. اهي المساله رقم 71. عندك هنا كرة برضو متعلقة في حبل الماس ب 30 السرعة ب 4 وبيقول لك السرعة ب 4 عند الزاوية صفر. احسب التنشن في اللحظة دي. دي سهلة قوي دي مفيهاش مشكلة. المشكلة بقى في اللي جاي، الفكرة الجديدة اللي جاي. احسب الزاوية اللي الكرة هتتوقف عندها. خلاص دي حركة البندول البسيط. الكرة بدأت تحت خالص بسرعة 4 هتبتدي انها تطلع، هيجي لها وقت والكرة دي هتقف. هو عايزك تحسب الزاوية في اللحظة دي كام. ماشي يا شباب. بصوا كده باختصار هنعمل ايه. اول مطلوب عايز التنشن في اللحظة دي اللي هي الزاوية صفر. دي سهلة قوي. هترسم الفري بودي دايجرام والمحاور وتحل عادي جدا زي السؤال اللي احنا حليناه اول مساله. فانا هعمل كده دلوقتي. ماشي ابتدي ان انا ارسم. ادي الكوره اللي هيبقى عندك تنشن لفوق، هيبقى عندك ام جي لتحت، المحاور تانجنت ونورمال. طبعا الحبل ده راسي يعني تانجنت ونورمال هيبقوا عدلين. وهنبتدي ان احنا نجمع الفورسز في الان بتساوي الام اي ان. سهله جدا. يبقى عندنا ايه بقى؟ عندنا التنشن ناقص الام جي هتساوي في الماس في الفي سكويرد على رو. كل حاجه معاك الماس والفي باربعه والرو طول الحبل باربعه هو كمان، فتعرف تجيب التنشن. طبعا التنشن ده فقط عند زاويه صفر. ماشي يا شباب. استنى كده اما تظهر وبعد كده ايه نشوف المطلوب الثاني. ظهرت يا باشمهندس. ماشي تمام. المطلوب الثاني بقى يا شباب هو ده اللي فيه المشكله. احسب الزاويه اللي الكره هتقف عندها. دي هنعملها ازاي؟ هنعملها عن طريق التكامل الانتجريشن. هو لازم لازم ليه؟ لان هنا عندك الاكسلريشن متغيره. كل ما الكره بتطلع
والزاوية بتتغير كل ما الاكسلريشن بتتغير. فالحل هنا بيبقى عن طريق التكامل. هنعملها ازاي دي؟ هنرسم الكرة في اي وضع عام، اي وضع عام يعني مش يعني زاوية سيتا لحد ما توصل للاكسلريشن بدلالة الزاوية سيتا، وتبتدي ان انت تعمل تكامل. فانا هعمل كده دلوقتي، هرسم الكرة دي عند اي زاوية ايه؟ عند اي زاوية سيتا. ماشي؟ انا هبتدي ارسم دلوقتي اهو، وعلى ما تظهر لك بقى مفيش مشكلة ودنك معايا. يبقى انا هحط الحبل كده مايل بزاوية سيتا، هبتدي احط التانجنت اكسس مماس، النورمال اكسس رايح للمسمار، الفورس زي ما احنا شفناها قبل كده مفيش اي اختلاف خالص، اللي هو الوزن، وتحلله ام جي ساين سيتا ام جي كوساين سيتا، وعندك التنشن بتاع الايه؟ التنشن بتاع الحبل. يبقى انا رسمت الرسم عند اي زاويه سيتا معرفش بكام. خلي بالك الشغل ده هتعمله لو كان المطلوب برضو احسب السرعه بعد زاويه 30. يعني انت عندك الزاويه، هل هرسم عند الزاويه 30؟ لا مش هتعرف، تلاقي المجاهيل كتير قوي. هترسم برضو نفس الرسمه دي عند اي زاويه ايه؟ سيتا. ماشي، الرسمه واضحه؟ ايه ما ينفعش نجيبها عند ايه تانجنت بتساوي صفر؟ هو فعلا في الوضع الاول الاي تانجنت بصفر، لكن لما تبتدي الكره تتحرك وتاخد زاويه ماشي عند الفي بصفر. ما هو الوضع النهائي الفي بصفر والابتدائي الفي باربعه. اثناء الحركه الاكسلريشن متغيره، يعني انا هشتغل بانهي قوانين؟ هل هشتغل بقوانين العجله الثابته في سكويرد بتساوي في نوت سكويرد زائد 2 ايه في الديستنس؟ ما ينفعش، دي عجله ثابته انما هنا متغيره. لازم انتجريشن، لازم انتجريشن. ماشي يا شباب، لو رسمه ظهرت نبتدي بقى نجمع. ايوه ظهرت يا باشمهندس. هنجمع طبعا الاكسلريشن اللي احنا بنتعامل معاها في الانتجريشن هي الاي تانجنت، فانا هبتدي اجمع الاي تانجنت. الفورس في التي بتساوي الام اي تي، يبقى احنا عندنا يا شباب ناقص ام جي ساين ثيتا هتساوي ام في الاي تانجنت، يبقى اذا الاي تانجنت هتساوي ناقص جي 9.8 يعني ساين ثيتا. الاي تانجنت فانكشن في الثيتا متغيره اهي، يعني لو حطيت الثيتا بصفر هيطلع لك الاي تانجنت بصفر، حطيت الثيتا ب 10 يطلع لك الاي تانجنت رقم متغيره. يعني نعمل تكامل ازاي؟ افتكر بقى الشغل اللي فات شابتر 12، هنستخدم في دي في على الدي اس، وهنا الدي اس هتبقى عباره عن الرو في الدي ثيتا، الرو في الدي ثيتا. يبقى هنكتب يبقى في دي في على رو دي ثيتا تساوي سالب 9.8 ساين ثيتا. طبعا هنودي الرو دي ثيتا الناحيه الثانيه، هتبقى هنا رو دي ثيتا، ونعمل انتجريشن للطرفين. الطرف اللي على الشمال السرعه بتتغير من كام لكام؟ بتتغير من 4 لحد 0، ولو بتتغير من كام لكام؟ بتتغير من 0 لحد ثيتا، بتتغير من 0 لحد ثيتا. المعادله دي هتقدر تجيب منها الايه؟ الزاويه. افرض قال لك احسب السرعه لما الزاويه تبقى 30، هتعمل نفس الكلام، السرعه هتبقى من 4 والثيتا هتبقى من 0 لحد 30، نفس الكلام بالظبط. هنحل بقى انتجريشن، يبقى 9.8 في الريديوس كوساين ثيتا ماينس كوساين 0، ونعرف نجيب الايه؟ الثيتا. ماشي يا شباب، هتظهر لك دلوقتي باذن الله.
يطلع لك الزاوية 37 وربع. باشمهندس هو انا ممكن استفاد بموضوع اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي اللي هو هاف ام في سكوير و ام جي اتش، تقدر تجيب لي الاتش يعني هل هحتاجها في الفيزياء ده؟ خدناه في الفايبريشنز، بس هو يعني القانون العام لا صح، ما هو ده اللي هناخده ان شاء الله الحصه اللي جايه في الورك انرجي. يعني المساله دي تتحل في سطر واحد، المساله دي تتحل في سطر بالظبط، ام جي اتش تساوي نص ام في سكويرد. هو انا كده هجيب الاتش، الاتش بقى اجيب منها ازاي السيتا؟ سهله جدا، بص هرسم لك رسمه على جنب كده. هي دي ظهرت الاول؟ طيب ظهر السيتا ب 37 وربع. ماشي، فاحنا هنعمل ايه؟ بص هنعمل الاتش اهي، انا هرسم ادي الكوره والزاويه سيتا اهي، الرسمه هتظهر لكم كمان شويه. الاتش يا شباب اللي هي الارتفاع ما بين الوضع الاولاني والوضع الثاني، الاتش، وانا عندي الارتفاع كله طول الحبل 4 متر، طول الحبل 4 متر. فهنقول له هنا ايه الاتش دي هتساوي كام؟ الاتش الحته اللي هي اللي الكره طلعتها بس هتساوي 4 ناقص 4 كوساين ثيتا. ايه دي هتظهر لكم اهي 4 ناقص 4، هو طول الحبل لما كانت الكره تحت الحبل كله الارتفاع كله ناقص 4 كوساين ثيتا ارتفاع الكره لما تتحرك. جرب انت بقى كده، حط نص ام في سكوير بتساوي ام جي اتش وتطلع نفس الايه، وتطلع نفس الزاويه. يعني بعد ما اجيب الاتش ها ماينس من الفور، فهيبقى معايا الهايبوتنس والسايد، فتتجاب على طول. بالظبط دي بتوفر وقت قوي يعني. انا في حاجات كتير بقى هلجأ لها في باقي المنهج، ده هناخدها الشابتر اللي جاي. يعني انا قصدي هل الشابتر اللي جاي ده برضه هيسهل لي حاجات كتير قوي في المنهج بالطريقه دي، ولا مش يعني مش هيبقى عام قوي؟ هيختصر عليك الانتجريشنز اللي موجوده في 13. لكن في حاجات ما بيقدرش يجيبها الورك انرجي، يعني الورك انرجي ما يقدرش يجيب لك التنشن اللي في الحبل، لازم الشابتر 13. هي المساله في الامتحان للاسف الشديد بتيجي ايه بقى، بتيجي ميكس ما بين شابتر 13 و14، يعني هيدوخك. بس طبعا اللي مذاكر مش هيدوخ ان شاء الله. طيب تمام ماشي. يعني واحنا كده خلاص نزلنا الورك والانرجي، يبقى خلاص المنهج خلص؟ لا، والتصادم الامبلس. الامبلس احنا كده هنبتدي نشوف بقى البولر. البولر انا جبت لك الرسمه اهو، ظهر ماشي. البولر بقى ده حكايته ايه؟ هتلاقي المساله بقى انجولار موشن، يعني هيدي لك سيتا دوت او هيطلب منك سيتا دوت، دي اسمها الانجولار فيلوستي والانجولار اكسلريشن. يبقى دي مساله بولر على طول، ينفع تتحل باي نوع محاور ينفع، لكن الاسهل هو البولر. يعني شوف اللي احنا هنعمله ده هيكون هو الاسهل. ايه اللي احنا هنعمله بقى؟ انت عارف طبعا من شابتر 12 ان الاكسلريشن معادله كبيره قوي بتساوي ايه؟ الاكسلريشن في اتجاه الار اكسس مثلا تساوي ار دبل دوت ماينس ار سيتا دوت سكويرد، يعني بتحتاج ار دوت وبتحتاج ار دبل دوت. فانت في المساله دي اول حاجه تعملها تبتدي تجيب الاكسلريشن، دي اول حاجه تعملها. يعني ما ترسمش بقى فري بادي دياجرام والكلام ده كله،
لان انت هتفاجئ بالمجاهيل كتيره قوي. فدي ده اللي هنعمله. وللاسف الشديد مش بيبقى مدي لك معادله. المعادله اللي انت كنت بتشوفها في شابتر 12 جاهزه وبتاخدها تعمل انتجري ديفرنشيشن، هنا مش هتبقى عندك. هتبص للرسمه اللي معاك وتبتدي تطلع ايه المعادله دي. خلاص بص للرسمه هتلاقي المسافه من الاوريجن لحد الكوره ار، والثيتا الزاويه مع محور واي، محتاجين طول كمان، احنا عايزين الار داله في الزاويه ثيتا كوزاين ثيتا بالظبط. فهنا هتاخد الرسمه دي على جنب والمثلث ده هظلله لك على الرسمه هيظهر لك بعدين مش مشكله. يبقى ادي المثلث اهو، عندك المسافه ار، عندك الارتفاع 0.5، وعندك الزاويه ثيتا. يبقى العلاقه ما بينهم كوساين ثيتا هتساوي نص على الار، يبقى الار بتساوي نص على كوساين، يعني نص سيك ثيتا. نص سيك ثيتا هتبتدي تعمل ديفرنشيشن. طبعا هو بيقول لك احسب عند زاويه 30، هيحصل ايه لو عوضت زاويه 30؟ الار هتطلع لك ثابت، الديفرنشيشنز كلهم هيطلعوا زيرو والمساله راحت. لا طبعا احنا طالما هنعمل ديفرنشيشن يبقى اصبر شويه، ما تعوضش، تشتغل بدلاله الثيتا. الار معانا، نبتدي بقى نجيب الار دوت نص سيك، هيطلع لك نص سيك ثيتا تان ثيتا في ثيتا دوت. التفاضل هنا بالنسبه للتايم، فما تنساش دايما بتزود ثيتا دوت. هنعمل كمان ديفرنشيشن وتركز بقى هنا. تمام، بنعمل ايه بقى؟ انت عندك سيك وتان وثيتا دوت، بتعمل ديفرنشيشن لحاجه واحده وتثبت الباقي. يعني هثبت السيك والتان وهعمل ديفرنشيشن للثيتا دوت، تدي لك دبل دوت اللي بعده. هتثبت السيك والثيتا دوت وتعمل ديفرنشيشن للتان مثلا، السيك ثيتا ثيتا دوت، والتان هتدي لك سيك سكويرد ثيتا ثيتا دوت اللي بعده. ديفرنشيشن للسيك تدي لك سيك ثيتا تان ثيتا ثيتا دوت، والتان ثابت والثيتا دوت ثابت. بعد ما تخلص تاخد نفس عميق، وبعد كده تبتدي تعوض بالارقام اللي هو مديها لك. ايه الارقام اللي هو مديها لي؟ هو مدي لك الزاويه هي ب 30، مدي لك ثيتا دوت ب 2، وبيقول لك ان الثيتا دوت كونستانت، يعني الدبل دوت بزيرو. تقدر سهل تجيب الار وتجيب الار دوت وتجيب الار دبل دوت. لو لسه فيك نفس هتكمل الاي ار والاي ثيتا، الاي ار ار دبل دوت ماينس ار ثيتا دوت سكوير، والار والاي ثيتا هتبقى ار ثيتا دبل دوت بلس 2 ار دوت ثيتا دوت. كل اللي انا بعمله ده يا شباب هو درس من دروس شابتر 12. كل ده اكيد انتوا فاهمين انا بعمل ايه، بس هي فعلا طويله جدا كده. يبقى انا جهزت المساله بتاعتي، جبت الاكسلريشن في اتجاه الار كاب والثيتا كاب. نستنى لما تظهر عشان نرجع بقى نعمل الفري فايل. ظهرت يا باشمهندس. تمام ماشي يا شباب. ممكن واحد يسأل سؤال، أنا في الفاينل يعني مسألة زي دي، افرض أنا غلطت في أي خطوة في النص كده يعني تعويضة تعوضها، في الفاينل هتلاقيني مقسم لك المسألة ديت جزئين. الجزء الأول بيطلب منك الـ AR والـ ACT اللي أنا عملتهم دول. يا باشمهندس حضرتك راح، هو الصوت راح من عندنا بس ولا ايه؟
معايا سامعين؟ تمام؟ اه باشمهندس مع حضرتك واقفين جبنا الاي ار والاي سي. تمام، فنرجع بقى للمساله ونطبق شابتر 13. نبتدي بقى نرسم المحاور والكلام ده كله. نظام المحاور ايه بقى في البولر؟ ببتدي من الاوريجن لحد البارتكل اللي بيتحرك اللي هي الكوره، يبقى ده كده الار اكسس، يبقى كده بالمنظر ده. الثيتا بيبقى عمودي عليه في اتجاه زياده ثيتا، اتجاه زياده ثيتا، زياده ثيتا يبقى اتجاهها لتحت بالمنظر ده، لان الزاويه لما تكون مع الاي اكسس زي ما هو جايبها لك كده، يبقى زيادتها لما العمود يتحرك فين؟ لتحت كده، الزاويه تزيد. نحط بقى الفورسز. خد بالك الكرة هنا، أنا عملت زوم أهو على الكرة، لمسة سطحين، الكرة لمسة. أول حاجة الكرة لمسة الأرض، وبالتالي هيكون ليها رياكشن لوحدها. في نفس الوقت العمود ده بيدوس على الكرة من فوق، ده هيبقى له رياكشن لوحده. كل خط من دول له رياكشن عليه. وضحت ولا إيه؟ باينة؟ اه باينه يا باشمهندس. تمام. طيب يبقى نحط بقى الرياكشنز دي. يبقى اول حاجه الكره لمسه السطح اللي تحتيها، فهنعمل نورمال رياكشن لفوق، يبقى كده، يبقى ده ال N بتاع السيرفس N S مثلا. وبعد كده العمود بيدوس على الكره من فوق، له رد فعل تاني هيبقى لتحت لان بيدوس على الكره، يبقى لتحت كده، ده الN بتاع الرد N R. وفي طبعا عندك الوزن، احيانا بيقول لك هوريزونتال بلان. هوريزونتال بلان يعني ما فيش ام جي، ما ترسموش. دي كده الفورس اللي عندنا، وطبعا الزاويه عندك بتساوي 30، يبقى هنا الزاويه 30 وهنا الزاويه 30. هتبتدي ان انت تجمع معاك الاكسلريشن، معاك كل حاجه، والمجهولين هما الان والان. يبقى هجمع الفورسز في اتجاه الار، هيبقى عندنا ان اس كوساين 30 ده موجب ناقص ام جي كوساين 30 هتساوي الماس اللي هي بنص في الاي ار. الاي ار هيكون مديها لك جهد، يعني هو اول حاجه بيطلب منك الاي ار بعد ما نجيبها، عشان طبعا لو اي حد حسبها غلط لما يجي في الرياكشن هيقول لك احسب لي الرياكشن لما الاي ار تساوي كذا، علشان ما يبقاش متراكم فوق بعض. هتجمع اتجاه محور ثيتا ام اي ثيتا، يبقى عندنا ان ار، عندنا ام جي ساين 30، عندنا ناقص ان اس ساين 30، هي معاك الناحيه الثانيه هتساوي الماس بنص في الاي ثيتا اللي هي هتكون معاك، وبالتالي تعرف تجيب الان بتاعت الرد. طبعا مساله عظيمه جدا، اتدرب عليها كتير عشان تبقى سريع. قبل ما اختم عايز اقول لكم فكره ثانيه من افكار البولر. طبعا هي كلها نفس الخطوات، بس ممكن يجي لك رسمه ما تعرفش تجيب المعادله بتاعتها، هنا خلاص كان سهل شويه. فبص كده معايا الرسمه اللي جايه، اخر رسمه. اخواني احنا اللي خلينا ان ار مع الثيتا كام؟ هو اساسا يعني خط الرد مش هو خط الار يعني. خط الرد، لا بص اقول لك على حاجه، الكره دي احنا شغالين هنا الكورس بتاعنا بارتكل. يعني ايه بارتكل؟ يعني حاجه ملهاش ابعاد. انت شايف ان في زاويه ما بينهم يعني، صح؟ فهنا يا باشمهندس الكره الريجس بتاعها زيرو، ده بارتكل ماشي. الحاجات الصغيره دي مهمله كلها،
وضحت؟ تعالوا الرسمة زي دي نجيب فيها المعادلة السؤال رقم 91 ظهر ولا ايه؟ ظهر يا باشمهندس. طيب كويس. ازاي بقى؟ بص الرسمة عايزين نجيب المعادلة. طبعا هنا في المسألة مديك برضو الوزن، مديك سيتا دوت وسيتا دبل دوت. طبعا ما تستغربش ان الدوت باربعة والدبل دوت بتمانية مش زيرو. لما يجيبهم لك كده عادي، هو كان في الاصل معادلات وهو ما ادهالكش، مفيش مشكلة خالص. والزاوية 30. تعالوا بقى نشوف المعادلة من على الرسم. في المركز الدايرة، طبعا الكرة بتتحرك جوه مجرتين، مجرة دائرية ومجرة جوه العمود. السنتر بتاع الدايرة النقطة حلونا اهو باللون الأحمر اهو، ده مركز الدايرة. مسافة بينها وبين الأورجن نص، والريديوس يعني ما بين الكورة والسنتر نص برضه، وادي الآر، ده المثلث يا شباب. شفت بقى جت ازاي؟ هتوصل الكرة بمركز الدايرة اهو، نرسمها على جنب كده اهي. اللي هيساعدك ان المسافة نص والريديوس نص كمان، وبالتالي يبقى هنا الزاوية ثيتا وبرضه هناك الزاوية ثيتا، مثلث متساوي الساقين. لو قسمته نصين هيقسم البيز بتاعته نصين كمان، يعني دي هتبقى ار على 2 ودي ار على 2. خد اي مثلث فيهم وهتعرف تجيب المعادله بمنتهى السهوله. هيبقى كوساين ثيتا بتساوي الادجيسنت ار على 2 على هايبوتنس نص، يبقى الار بتساوي كوساين ثيتا. شفت بقى المعادله جت ازاي؟ هنبتدي ان احنا نعمل differentiation. يبقى الار دوت هتساوي نيجاتيف ساين ثيتا، ثيتا دوت الار دبل دوت بنفس الطريقه، نعمل differentiation للتاني وبعد كده نعكس. بعد ما تخلص بتعوض 30 ثيتا دوت ب 4 ثيتا دبل دوت ب 8، تعوض وتجيب الار الار دوت الار دبل دوت. واضح يا شباب؟ ظهرت. ايوه يا باشمهندس تمام. ومنها طبعا يبقى انت معاك الاي ار ومعاك الاي ثيتا. اخر مشكله ممكن تقابلك في المساله، وانت بترسم الرياكشنز، وانت بترسم الرياكشنز تعالوا كده نشوف الكره دي لمسه انهي سطح بالظبط. اول حاجه كاتب لك في المسألة الهوريزونتال بلين، مستوى أفقي، يعني بالتالي الكلمة دي حضرتك مش هترسم الوزن. هو طبعا في وزن، الكرة ليها وزن مفيش مشكلة، بس مش هيظهر. ليه؟ لأنه هيبقى الرسمة دي عبارة عن بلين فيو. طبعا كلنا أخذنا رسم وعارفين يعني كأن الحركة بتتم على ترابيزة، يبقى الوزن جوه الصفحة، داخل جوه الصفحة، فمش هيظهر. هتحط بس الرياكشنز. الكرة لمسة سطحين، أول حاجة المجرة اللي هي جوه العمود. أنا عملت كده زوم على الكرة. يبقى أول شيء يا شباب الكرة لمسة المجرة اللي جوه العمود، فهتحط رياكشن عمودي عليه، فهيبقى ده اتجاه، هيبقى كده. طبعا الرد ده في اتجاه الخط بتاع الار كاب، فهيبقى النورمال بتاع الرد في اتجاه السيتا كاب. المشكله بقى في اتجاه الرياكشن بتاع المجرى الدائريه. المجرى الدائريه ممكن واحد يغلط ويروح حاطط الرياكشن بتاعها في اتجاه الار اكسس بالمنظر ده. ده غلط طبعا، ده غلط. ارجع. أمال إيه؟
لما يكون سطح دائري يبقى الرياكشن بيمر بمركز الدايره، يعني ادي مركز الدايره اهو هيبقى كده زاويه هنا ثيتا هنا ثيتا هنا ثيتا. واضحه؟ دي التركات اللي موجوده في المساله دي. لا مش هفتح يا باشمهندس، لا ايه هو انا عارف، انا وصلت عندي لحد ما عرفت ان سنترال دايره مش الـ مش ال اللي هي بتاعه مش الشمال دي. السؤال هو الطبيعي ان هو الاورجن بيطلع منها الارض والان اس المفروض بيطلع من سنتر دايره، فكل مره بتصادف ان هي بتطلع من الاورجن الاثنين. هو عامة السؤال اللي فات كان الكل الاسطح ستريت فما ظهرش القصه دي. ما هو ما ظهرتش قبل كده، عشان كده انا بس هو الطبيعي اي سطح دائري الرياكشن لازم يمر بمركزه، مركز الدايره مش مركز الاورجن. لازم يمر والار دي والار هي طلعت من الاورجن عشان هي اللي هو عمود الدوران نفسه اللي بيلف. ايوه بالظبط، الار دي لازم تطلع من الاورجن. تمام يا باشمهندس، وصلت خلاص. تمام تمام يا شباب، بالتوفيق باذن الله. تاني شكرا يا باشمهندس. من العفو.